الصلاة خير من النوم، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ما أكثر ما طرق أسماعنا هذا الحديث يا عباد الله. تخيل لو أنه قيل لك ستأخذ 1000 ريال لكل ركعتين تركعهما للفجر، كم سيدخل على قلبك من السرور والفرح، وكم ستحرص على المحافظة على هاتين الركعتين من أجل حفنة من المال. فما بالك لو زيد هذا المال أضعافا كثيرة، وقيل لك مليار ريال لو حافظت على هاتين الركعتين. لو زدنا وقلنا كل كنوز الدنيا وذهبها وفضتها وبهرجها وكل ما فيها في مقابل ركعتين تركعهما قبل الفجر، إن رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يخبرك عن ربه عز وجل أنه أعد لمن حافظ أو صلى هاتين الركعتين أن يعطيه أجرا وثوابا ونعيما خيرا من نعيم هذه الدنيا كلها. هذا في شأن ركعتي الفجر، فكيف بالصلاة المفروضة؟